منار، منار وحشتني قوي. في ايه؟ انت ليك حق تزعلي مني، فعلا ما كنتش جنبك، كنت بعيد، ما كنتش فاهم اللي انت فيه. انا اسف. طب هو بقاله 5 سنين ما شافهاش، عادي يتلخبط فيها. انما انت بقى، انت ايه حكايتك يا عسلين؟ ازيك يا عمر؟ ازيك يا انكل علام؟ ازي حضرتك؟ مش كويس. هو في ايه يا حسام؟ ولا في اي حاجه، ما تشغلش بالك. لا يعني ايه ما اشغلش بالي؟ هو باين ان هو متضايق، ومتضايق قوي كمان بصراحه. بص يا حسام، منار ما ينفعش تقعد هنا وبيت اخويا موجود. ايه يا عمر اللي انت بتقوله ده؟ احنا في ظروف ما يعلم بيها الا ربنا، لازم نحط ايدينا في ايدين بعض لحد براءة منار ما تظهر. والنبي ما انتوا تعبير روحكم، اني هجيب لكم النهيه والقاضي على التكه والسخان، اني لا هقعد هنا ولا هقعد هنا، اني هشوف لي مطرح كده اتدارى فيه لغايه ما الحوار ده يخلص. حبيبتي، انت سامع بتتكلم ازاي؟ انا اتكلمت مع الدكتور بتاعها، وهو بيقول ان هي يعني رافضه الواقع اللي هي عايشه فيه، فمتهيألها انها شخصيه ثانيه. وانا زياد قبل كده قال لي انها كانت بتروح اسكندريه كتير تعطف على بنت هناك، مش ممكن هي تكون متقمصه البنت دي؟ في الغالب يا عمر، مش عارف. المهم انها تتعالج، دي مش منار اللي احنا نعرفها. هو انتوا بتتودودوا على ايه؟ ما تشركوني معاكم. لا يا حبيبتي ابدا، هو كان بيقول لي كويس ان انا جيت بسرعه بعد ما هو بعت لي المسج، مش كده؟ بريال اني عشان اصدق كده ان انتوا خدتوا بعض على جنب وبتقولوا السر الحربي ده. منار، احنا دلوقتي عندنا مشكله اكبر. يا دي ام المشاكل اللي ما بنخلصوش منها. مشكله ايه تاني يا حسام؟ غاده في الغالب عرفت ان منار هنا. بس انا ما قلتش لحد. مش انت يا عمر. بسم الله ما شاء الله، صلاه النبي احسن. يعني احنا قاعدين هنا برفضه المعلم ومستنين يا اما الحكومه يا اما جابر. مش وكيف يعني؟ ما عربيته متلجحه قدامي اهو. ولا انت بقى ما عايزاش تطخها والباشا بتاعك معاها؟ يا حاج جابر، انا عايزاك تطخها والجن الازرق معاها. المشكله بقى ان هم مش عندك، شكلهم شافوك فخرجوا من باب تاني. وما خبراش راحوا فين هما الجوز؟ لا عارفه، بس مش هينفع تروح لهم على هناك. اهدى شويه وركز معايا يا حاج جابر، انا هقول لك امتى الوقت المناسب وفين. هكلمك تاني يا حاج جابر. سلام. كنت فاكراك نسيت هنا خلاص. شكلك انت اللي نسيت يا غادة. انا يا حسام، انا عمري ما نسيت اي حاجه بينا وانت عارف كده. لا يا غادة، نسيتي. نسيت الاتفاق اللي كان بينا، ان اللي كان بينا يفضل سر. ليه؟ وهو مين عارف اللي بينا؟ ده انا بتعمد حتى واحنا لوحدنا في الشركه اتكلم معاك فورمال عشان تعرف اني فاكره ومش ناسيه. يمكن ساعات بغلط، انا برضو بحس وليا قلب، والقلب ده اختارك انت، ما حبش حد غيرك. انت بقى ما حبيتوش، دي حاجه ترجع لك. بس انا ما استاهلش كل اللي بتعمله فيا ده يا حسام، ما استاهلوش. بس احنا كان في بينا اتفاق يا غدا، وانا حافظت عليه. مش واضح. هو انا لما ابقى عايز احميك من الخطر واحافظ عليك، يبقى انا كده غيرت اتفاقنا؟ خطر؟ خطر. لما يبقى في واحدة مجرمة وقتلت قتلة وعملنا فيها مجنونة ورجعت بعد كده تدور عليك وتلف وراك، ده مش يبقى خطر؟ بحميك وبحمي مستقبلك. بعد ما رميتك زمان ونفضت لك ونسيتك ورحت اتجوزت واحد تاني، ما تستاهلش كل اللي انت بتعمله عشان هدايا حسين، ما تستاهلش. وانا ما استاهلش اللي انت بتعمليه فيا ده يا غادة. وانا عايزة تيجي وقت ما انت عايز وتمشي وقت ما انت عايز، شخشيخة في ايدك انا. والمفروض اقعد اتفرج على كل اللي بيحصل ده واحط جزمه في بقي وافضل ساكته، مش كده؟ غدا، انا ما كدبتش عليكي. انا جيت لك وانت عارفه ان انا بحب منار، وان انا ما كنتش كويس وكنت بمر بظروف. ومين بقى اللي وقف جنبك في الظروف دي؟ مين اللي كانت بتاخدك في حضنها وتعيط لها زي العيال الصغير وانت بتشتكي لها من واحده تانيه؟ مين اللي وافقت تفضل معاك في الضلمه عشان بتحبك وتفضل جنبك بس؟ وضيعت كل حاجه، ضيعت مستقبلها وحياتها وان يبقى عندها عيله، مين؟ مين يا حسام؟ ولما قررت توقف كل ده فجأة بدون أي سبب،
برضه كانت زي الجزمه وقالت ماشي مش مهم نمشيها شغل عادي، المهم تفضلي جنبه. مين عمل كده؟ مين؟ واللي انت بتعمليه مع منار ده دلوقتي اسمه شغل يا غدا؟ اه شغل، بحميك منها ولو اضطريت احميك من نفسك هعمل كده يا حسين. انا مش عيل صغير يا غدا، مش محتاج حمايه من حد، انا عارف كويس انا بعمل ايه. وانا كمان عارفه انا بعمل ايه، وهبعدها عنك واحميك منها باي طريقه، ولو ما بعدتش عنك انا اللي هبلغ عنها، مش هيفرق معايا اي حاجه، ولو اضطريت اقتلها هعمل كده وانت عارف. اه انت اتجننتي رسمي بقى. طب بصي بقى يا غدا، انا بشتغلش مع مجانين، من بكره ما اشوفش وشك في الشغل ولا في اي حته. غدا وريني هتعمل ايه. يعني انت بروح اهلك حبكت معاك تركب السكوتر قدام السيزيف تميده؟ ما هي ماتت يا مرياسة، تقوم تتعايب السكوتر بتاعها وتخليه يكشف لنا اللي وزيتك يا حمار؟ مالي لما فكرت؟ ايوه ما هي دي، الشيطان وزك وخلاك تفتكر اللي في دماغك ده مخ وبيفكر. او اكرما لمخك الوسخ ده، السكوتر ده يلزمني، ولو عندك كلمتين ما احبش اسمعهم. وجبه مرياسة لا مؤاخذه كبير، البت وردة كانت عايزاك في كلمتين. وردة مين؟ اه وردة معلم. اه طب اخفى من قدامي منك ليه؟ اخفى. اه قربي يا بت يا وردة، قربي يا بت، ما تتكسفيش المعلم اهو. هو يعني معقولة هنتكسفوا من سيد الناس؟ اه طبعا تستعطفيني عشان رجعك الشغل تاني. وابوس على ايدك كمان. ابوس على ايدك يا معلم، سامحني سامحني. استغفر الله العظيم، انا ماليش ظهر الا انت. طب والمرسى ابو العباس؟ أنا من يوم ما انكرشت من بيتي وأنا مش لاقية أجيب حق العلاج لأمي. ده إحنا حتى بنكمله عشان أنهم يا سيد الناس. وأختك اسم الله عليها اللي متجوزة أمين شرطة، راحت فين؟ هتتطلق يا كبير، مش خلفتها كلها طلعت بنات؟